بخير عليكم. يوسف إيه؟ سلامتك يا باشمهندس. الله يسلمك. تعالي يا يوسف تعالي اقعدي. واقفه ليه؟ تعالي. ايه يا عمر؟ قومي تعالي اقعدي. دي منى اختي بتاعتي اللي شفتيها امبارح. اه معصفور قال لي عليها. ازيك يا ست منى؟ ايه ست منى دي؟ انا منى بس استريح. ما تتصورش لما عم عصفور النهارده قال لي انك تعبت بسببنا انا زعلت قد ايه، وقلت يا ريتني ما كنت غصبت عليه. ولا يهمك يا نوسه خالص، ولا يهمك، ده انا كان نفسي في الاكله دي قوي، ولولا بس ان خربوش حط لي يعني الفلفل والشطه في السلطه ما كانش حصل ما حصل ده، بس يعني انا هرد له بمقلب ده، بس دي كانت اكله لذيذه قوي. بس تعبتك، يا ريتها جت فيانا. بعد الشر عليك يا نوسه ما تقوليش الكلام ده، هي علقه تفوت ولا حد يموت. انا ايه ما اكلت الاكله دي؟ بعد الشر تعبتك؟ لا خالص انا متعوده على الحاجات دي، انت فجاه هتلاقيني بطب عليكم وباكل معاكم. ده انت تشرفينا يا ست منى. وانت بتاكليها فين بقى يا ست منى؟ ها؟ قولي قولي بدل ما اقول لبابا. لفيت على دكاتره المستشفى كلهم مفيش حد رضي يجي معايا، بيقولوا ان الدكتور شافك وبيقول انك كويس وانا كمان تقدر تخرج النهارده. هما يعني اللي عيانين وانا اللي عيان؟ انا عايز افهم، انا تعبان، انا تعبان ومش ماشي من المستشفى. سلامتك يا باشمهندس. الله يسلمك. سوري ما خدتش بالي. مين دي يا عمر؟ ها؟ ها مين دي؟ دي نوسة. دي نوسة، انت مش عارفاها ولا ايه؟ نوسة؟ نوسة مين يعني؟ نوسة نوسة بتاع سلام. نعم. خد اقولي مش هنا يا بيت. اه ما انا باجي اهو امال بزحف. نوسة فين؟ معرفش. ضيع سلايا كهربا. لا تكهربني ولا كهربك. اوعى ده احنا بتوع الكهربا كلها. ورحمه ابويا وامي اوصلك من الضغط العالي. نوسه فين؟ يا ايوه دواطي اوعى بقى سيبني. خرجت. خرجت راحت فين؟ معرفش. بقول لك ايه يا بيت، انا شايفكم وانتوا قاعدين تتودودوا مع بعض، يعني سرها معاك انت. البيت راحت فين؟ اوعى ايدك يا خربوش، قلت لك معرفش. معرفش يا اخي. طيب يا بنت راحت في دراعي. اه خربوش راحت في دراعي. خربوش هتخسر. انت راحت بنت يا خربوش هتكسره في ايدك. مش هسيبك غير لما تقول لي نوسه فين. ما تستنى بالله بقى يا خربوش، عيب كده بقى. اهم نفسك يا ولا عنده كلمه يمه. دراعي هيتكسر يا ناس. الاقي يتكسر رقبتك على صدرك. حوشوا يا مشمش انت واقف تتفرج. بس سيب البنت يا خربوش. الله في ايه؟ ايه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي كلها؟ في ايه عملتك ليه البيت ام بوز ناس في الاسماعيليه عسلية دي؟ مش راضية طنط او تقولي نوسة خرجت راحت فين؟ اه يا دراعي شايفة عملنا يا جمالات؟ والله العظيم الواحد يسيب لكم الدنيا دي كلها ويمشي. يرضيكي كده يا جمالات؟ سيب ايدها طيب. الله كل الهيصة دي اللي انت عاملها عشان حبيبة القلب اللي اسمها نوسة خرجت من غير ما تستأذن. جمالات فكك من الموضوع ده. ما تتفرعنش قوي كده يا خربوش. الله عسلية ذنبها ايه عشان يحصل لها كل ده؟ كراسي مانع. حط لسانك في بوقك بدل ما اقطعلك لسانك. طب مطوه في ايه؟ الله انت اوصل اللي انت عاملها دي يا خربوش. يرضيك يا عم حسن؟ يرضيك يا ابو نوسه؟ البنت نوسه تخرج من غير اذن؟ يعني ايه ملاش كبير؟ نوسه مش صغيره يا خربوش، وبعدين عقلها في راسها والغايب حجته معاه. الله الله يعني هتطير مخلها؟ عاجبك المسخره بتاعتها دي؟ احترم نفسك يا خربوش. يعني ايه ترمخ؟ ها جراسه سبع البرومبا. ايه يا سي حسن يا كفته؟ بدل ما تشكر اخويا ان خايف على بنتك بتتخانق معاه. انا بس اللي خاف على بنتي. يا انت العادي خايف على بنتك يا ارتصتك يا اخويا خرجت من وراه. لم نفسك يا جمالات ومفيش داعي للكلام ده. وانت يا اخويا منك له واقفين تتفرجوا على ايه؟ يلا على شغلكم يلا. بقى كده يا مشمش سايبه كان هيكسر لي دراعي وانت واقف تاخد وتدي معاه في الكلام. هو يعمل لك ايه يعني سبع البرومبا بتاعك ده يا بيت؟ ما كفايه بقى خربوش وما تزودهاش وخلي النهارده عدى على خير. لو ما عداش على خير يا حلت امك يعني هتعمل ايه؟ وبعدين منك لو ايه؟ مش هنخلص من الموال ده ولا ايه؟ كوبتا لا يا حبيبي ما تجعرش قوي كده عشان صحتك انا محتاجاها. نوسه دي اصلها فنانه شعبيه كبيره قوي. اصلك ما اتفرجتيش عليها. كتر خيرك يا باشا. لا والله ما سمعتش عنها. اصلك مش مهتم غير باغاني التافهه بتاعت اليومين دول. وانتي بقى عندك سيديهات وديفيديهات نتفرج عليها او نسمعها؟ ايه الحاجات دي؟ الحاجات اللي انتي بتقولي عليها يا مها دي ما بتهمش الفنانين اللي زي نوسه. اللي زي نوسه منهم للناس، فنانين شعبيين. يعني ايه؟ انتي مش عندك سيديهات وديفيديهات لمحمد منير وعمرو دياب مثلا؟ ومع ذلك بتروحي حفلاتهم عشان تشوفيهم قدامك وهم بيغنوا وبيرقصوا، مش كده؟ اهو ده بقى شكل من اشكال الفن الشعبي. هو ده الفن الحقيقي. انا نفسي تيجي معانا مره المولد وتشوفي نوسه وهي بتغني وتشوفي الناس بقى مهبولين عليها قد ايه. كتر خيرك يا باشمهندس، ربنا يكبر بخاطرك يا ست منى. انا ما بقولش غير الحقيقه يا نوسه. وانتي بقى بتغني في الشارع كده عادي؟ لا طبعا يا ست منى. ما قلنا مفيش حد ستك هنا بقى. الله
اللي عايزه تناديله تناديله باسمه عادي جدا. انا اسمي عمر ودي اسمها منى واللي هناك دي اسمها مها. وانت مالك زعلت قوي كده؟ ما تخليها تتكلم على راحتها واديها فرصه تجاوب على سؤالي يا باشمهندس. انا اريحها يا باشمهندس، انا مش غازيه يا حبيبتي عشان ارقص في الشارع. انا بشتغل في فرقه ابويا ولينا خيمه وفيها مسرح وكراسي وناس بتقطع تذاكر وتوسع كده عشان تدخل تتفرج علينا. والفرقه دي بقى اسمها ايه يعني عشان نبقى نروح نتفرج عليها؟ اسمها فرقه حسن كفته. حسن كفته؟ سمعت الاسم ده بتقول لك حسن كفته؟ ايه اللي يضحك يعني حسن كفته؟ يعني ايه اللي يضحك يعني؟ ما كل عيله وليها اسم شهر، هتلاقي فيه عيله الحمار وعيله البغل وعيلة الزير عادي جدا، وانتوا اللي يدور في عيلتكم هلاقي اسمي يفطس من الضحك. انا اسمي مها عبد القوي شديد. تقولش يعني شديد ده اللي عادي يعني؟ هتلاقي باباكي مخبي مصيبه بعد شديد دي. ما افتكرش. لا افتكري افتكري، هتلاقي جدي من جدودك اسمه زعبوله ولا حاجه. عموما انا جيت عشان اطمن عليك وعشان اقول لك ان عم عصفور مدينا مهله ساعه عشان نمشي من الارض. محدش يقدر يمشيكم، انتوا هتفضلوا قاعدين في الارض دي لغايه اخر مولد. كتر خيرك يا باشمهندس. طيب اسيبك انا بقى افوتك بعافيه. ليه بس يا نوسه ما بدري؟ معلش لازم امشي. الف سلام عليك يا باشمهندس. الله يسلمك. مع السلامه يا ست منى. نورتينا يا نوسه. انا مش فاهمه ايه الاشكال اللي انت بتخليها تيجي تزورك في المستشفى دي، وبعدين عايزه تتكلم معانا كده عادي تقول لك عمر وتقول لي مها. ايه يا مها مالك في ايه؟ ما تفوقي، بلاش العنطزه اللي انت فيها دي. مالها نوسه مش عاجباكي في ايه؟ ولا عشانها فقيرة يعني؟ الفلوس مش كل حاجة، ولازم تتعودي تحبي الفقير قبل الغني. ياه، ده انت بتحبها اكتر مني بقى. انا بحب كل الناس بصرف النظر عن فقرهم او غناهم. طب اسيبكوا انا بقى تحلوا مشاكلكوا واجي في وقت تاني. خد يا منى هنا تعالي ما تسيبنيش، اقعدي هنا. انا لازم اروح اغير هدومي. هدومك ده الطقم اللي انت لابساه ده شيك شياكه، ده احلى حاجه شفتها عليك. اقعدي بجد. جميل قوي. بس انا لابساه من امبارح. بقول لك يا مها خلي بالك منه لحد اما ارجع، ده كان تعبان قوي قبل ما تيجي نوسة عشان خاطري خلي بالك منه. لا ما تخافيش، ده انا ليا معاه حساب كبير قوي. ممكن اعرف اذا ما جتش عيد ميلادي امبارح ليه؟